حياكم الله مشاهدينا من جديد. رح نتابع الحين مع فقرة التواصل الاجتماعي، واخترنا لكم من الانستغرام حساب صحة المرأة، نتابع. حسابنا الانستغرامي لليوم حمل عنوان صحة المرأة، الذي اتبع سياسة أسلوب النصيحة البيضاء حتى تمكن من جذب أكثر من 44 ألف مهتم ومهتمة خلال فترة وجيزة. لنتابع. بالنسبة لعلاج الأسنان للحامل، في ثاني 3 أشهر آمن وتقدر تسوي كل شيء، أما في أول 3 أشهر وآخر 3 أشهر يكون للحالات الطارئة بس، وللعلم إهمال علاج التهابات الأسنان لا ضرر على الجنين أكثر. رح نكمل الحين مشاهدينا مع فقرة سوالف فنية، وفيها مسلسل الراحلة وردة الجزائرية حقيقة أم وهم، إلى جانب خبر آخر نتعرف عليه في هذه الجولة. أهلا بكم، نبدأ هذه الجولة الفنية مع الأخبار التي تداولتها بعض الصحف وتناولت المسلسل الذي سيجسد سيرة حياة الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، حيث تجدد أخيرا الحديث عن هذا العمل، وهو الخبر الذي ملأ الصحف فور وفاتها منذ نحو 2 عامين، حيث تردد حينها أن كلا من أمال ماهر وأنغام هم المرشحات للقيام بشخصية وردة، خاصة أنها لطالما حلمت بتصوير عمل عن سيرة حياتها، لأنها كانت على يقين بأنه سيكون مثار ضجة، كما رشحت منى عرفة لتقديم شخصيتها وهي طفلة. الله يسامح وشكرا، مش هخسرك. من ناحية أخرى، رفض رياض القصبي نجل الفنانة وردة رفضا قاطعا تقديم أي عمل عن حياة والدته، وأن كل ما يتردد مجرد شائعات، وأنه لا يزال على اقتناعه بأنه لا يصح تقديم عمل عن وردة، لأن من سيقدم العمل لا يعرف الكثير عنها سواء في منزلها أو مع عائلتها، كما أن أغلب أعمال السير الذاتية التي قدمت طوال السنوات الماضية لطالما شوهت بعض الأشخاص. نتابع الجولة الفنية مع الأزمات التي يشهدها مسلسل ذهاب وعودة، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا ليكون ضمن قائمة أعمال رمضان 2015، حيث اعتذرت غادة عادل عن البطولة بعد أن كانت تعاقدت عليه بالفعل. المخرج أحمد شفيق رشح كندا علوش لتتقاسم البطولة مع أحمد السقا، إلا أن كندا أيضا بسبب انشغالاتها الفنية اعتذرت بدورها لتتوالى الترشيحات، ويذهب الدور إلى يسرى اللوزي التي فضلت الحصول على إجازة، وحتى أروى جودة التي شاركت أحمد السقا أخيرا فيلم الجزيرة في جزئه الثاني اعتذرت عن المشاركة. وفي النهاية لم يجد المخرج أحمد شفيق سوى الفنانة أنجي المقدم ليستقر الدور عليها لتشارك به، وبذلك يخرج السقا من الورطة، ومن المفترض أن يبدأ التصوير قريبا. مشاهدينا فاصل ورح نرجع نكمل فقرات سيدتي، خليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة.